السلام عليكم متتابعي قناه نيفرنورا، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. في هذا الفيديو تاع اليوم كنقترح لكم واحد الكيك اللي كيجي سهل 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 وسريع في التقديم، فتابع معايا الفيديو حتى الاخر. فعلى بركه الله نشوف المقادير الثانيه. عندي ثلاثه ديال البيضات، عندي واحد ياغورت ناتشور او دانون طبيعي عفوا، عندي خميره، وحده فاني، تفاحه، عندي العبار، انا غادي نعبر به هذا الكاس سنيده، عندي هنايا شويه ما بين الزبيب والقرقع، قبصه ديال الملح والزيت والدقيق. طبعا انا غادي نوريكم، غادي نعبر لكم بهذا الكاس هذا، فغادي نبدا على بركه الله نبدا. هاد الكيكه راه اسهل منها ما يكون، هانتوما غادي تشوفوا الطريقه. غنضيف ياغورت حتى هو، ونفس العبار ديال هذا غادي نعبر به. هانتوما السكر على حساب القياس، انا ما غنستعملش بزاف لان كاين الزبيب. صافي انا غندير النص ما غنكثرش. نخلط هاد المقادير هادي كما قلت لكم، هادي ما محتاجين فيها لا طراب كهربائي لا حتى شي حاجه. غادي نزيد هذاك الفاني، غادي نضيف تقريبا كاس غير مملوء كما شفتوا ديال الزيت، هنا نسيت واحد القبصه ديال الملح ضروريه، واحد القريصه ديال الملح، صافي. وهنايا غادي نجيب الفرينه ديالي، غنضع منها ثلاثه ديال الكيسان، العبار ديال ثلاثة، كما شفتوا هي خلطتها حداكم، ما قطعت لا فيديو لا والو باش تشوفوها اسهل منها ما يكون. صافي غنجيب هاد التفاحه، غنجي ناخذ هاد التفاحه هادي، غادي كما شفتو نقطعها
هنا غادي نقطع المكعبات صغار، هنا غادي نضيف كما شفتوا الزبيب وهذاك شويه القرقع، وهنا في الاخير غنضيف هذيك الخميره ديال الحلوى من فئه 16 غرام اولا 15 غرام عفوا. صافي غادي نحرك المقادير ديولي، صافي هنا جبت واحد الاناء اللي دهناه بشويه تاع الزيت و دردرت فيه شويه الدقيق، صافي غادي نخلط هذا الخليط ديالي، راه ديجا كما شفتوا راني خلطته معكم غير يتمزج مزيان، صافي وغادي نوضعو في المول هاد الكيك، ما كديش معكم تقريبا حتى 15 دقيقه. هنايا انا الكيك غادي نشعل دابا الفران، انا ما كنسخنش الفران قبل، كنشعلو كنديرو على 160 درجه، كنطلع الكيك ديالي الفوق كنخليها تقريبا 40 دقيقه، من بعد كنشعل عليها شويه من الفوق تحمر، بعض المرات راه كنلقاها ديجا تحمرت، صافي ونشوفو ان شاء الله الشكل النهائي ديالها. فهنايا صافي من بعد ما دازت ليا 45 دقيقه والكيك ديالنا طاب وخرج على هذا الشكل هذا، انا جبت هنايا واحد 3 ديال المعلقات كبار ديال السكر كلاصي ونص حامضه، غادي نعصرهم، غنعصرها على هذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نخلط بها هذا السكر كلاص. خلطها مزيان، صافي غنجيب هذا الكيك وغادي نوضعو عليه من الفوق، نحاولو ديرو على جميع الجوانب، صافي وكيكون هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انه يعجبكم البنات، و الى عجبكم ما تنساوناش ملي لايك وبارطاجيو مع الاهل والاحباب باش يوصلكم كل ما هو جديد، شكرا والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.